مساء الخير للجميع، فقرة جديدة من فقرات قصة لوحة، واليوم مع لوحة بابلو بيكاسو، غارنيكا أو الأرض المحروقة. إن الفن لم يخلق لتزيين الغرف، إنه آلة يستخدمها الإنسان من أجل الحرب والدفاع ضد الأعداء. وكما بدا لنا من خلال المعارك التي مضت أنه على الإنسان أن يقاتل كل ما يهدد حرية التعبير. بابلو بيكاسو في يناير سنة 1937 كلفت الحكومة الإسبانية بابلو بيكاسو الذي عاش ما بين 1881 و 1973 بإنجاز لوحة جدارية كبيرة لمبناها في المعرض الدولي الذي كان سيفتتح في باريس في يوليو من نفس العام. أصابت الحيرة الشديدة بيكاسو، وكان يبحث عن فكرة مناسبة لتنفيذ هذه المهمة. وفي يوم 26 من أبريل عام 1937 دمرت قنابل سلاح الطيران الألماني الذي كان يعمل لمساندة الفاشية أثناء الحرب الأهلية الإسبانية سوقا صغيرا في قرية غارنيكا الواقعة في إقليم الباسك. ضرب السوق بالقنابل في الوقت الذي كانت فيه طرقاته مكتظة عن آخرها ومليئة بالناس. لقد تحطمت القرية الصغيرة الآمنة وتمزقت أجساد رجالها ونسائها وأطفالها. مضت الطائرات تقصف وتقصف وتقصف طوال 3 ساعات ولم يبقى في القرية أي شيء حي. قتلت البشر وهدمت البيوت والأشجار، حتى الحيوانات لاقت مصرعها. لقد تم اغتيال الحياة تماما في غارنيكا. هنا فقط وضحت الرؤية أمام بيكاسو واتضح أمامه الطريق الذي كان يجب أن يسلكه. لقد كان قصف غارنيكا حدثا مروعا، لكنه واحد من تلك الأحداث المروعة التي اعتادها العصر الحديث. لكن هذا الحدث المأساوي بالتحديد حظي باهتمام الفنانين والشعراء والكتاب بشكل خاص في ذلك الوقت. وقد تأثر بيكاسو بهذه الجريمة وقرر رسم لوحة يصور فيها القرية المنكوبة، وأطلق عليها اسمها غارنيكا. وأصبحت لوحة غارنيكا من أكثر أعمال الفن التشكيلي شهرة وأهمية، وهي لوحة جدارية يبلغ طولها 3.5 أمتار وعرضها 7.8 متر. ولا تتعلق الجذور العميقة للوحة فقط بالعام الذي قذفت فيه القرية، فقد كان موضوع الحرب الأهلية الإسبانية يشغل بابلو بيكاسو حتى قبل أن يبدأ في غارنيكا. ففي أثناء حياته عايش بيكاسو أقصى هجمة فاشية بقيادة فرانكو، والتي فتكت ببلاده ودمرت عوامل الحياة فيها وشردت المواطنين ودمرت القرى والمدن وفتكت بحياة الناس. إن العالم اليوم يعيش ظروفا سياسية وفكرية وفنية نجد صداها المباشر في موضوع هذه اللوحة، فالعدوان الذي تتعرض له مناطق متعددة في العالم هو نفسه العدوان الذي تعرضت له غارنيكا. جوهر العدوان واحد، وهو محاولة اغتيال الإنسان وكل أشكال الحياة الممكنة. لكن بالرغم من العدوان فقد عاشت غارنيكا خالدة، وقد أكد الفن هذا الخلود، وأصبحت غارنيكا وثيقة إدانة لكل عدوان. للوهلة الأولى سنجد أنفسنا أمام مشهد مجزرة مروعة، مكان تم قصفه للتو، دمار وبقايا حريق وأجساد أشلاء ممزقة لحظة القذف، وضحايا تستغيث وتصرخ وتنتحب وتتحشرج وتحتضر، ضحايا متهالكة وأجساد ملتوية ومفزعة، وعلى وجوهها كل ألوان الهلع، وكل شيء على الأرض في الأسفل يختلط بأشلاء الضحايا. في ذلك الوقت كان يعيش في غارنيكا 10,000 شخص، لكن اللوحة لا تعرض أي ازدحام، إذ هناك 9 أشكال في اللوحة، لكل منها دور مختلف: 4 نساء وطفل واحد، وتمثال المحارب والثور
والحصان والطائر تمثل طرقا مختلفة للإمكانات الوجودية وأشكالا عدة للحياة لم تفرق القذائف بين أي منها. ومن المحتمل أن ما أراد بيكاسو قوله إن القذائف كانت تغتال جوهر الحياة والوجود ذاته. ويقول أرنهايم في دراسة تحليلية للوحة إن حبكتها تتحكم فيها النساء، فالرجل الذي نصفه تمثال ونصفه إنسان ليس أكثر من قاعدة غير متحركة، وكذلك الثور الغير متحرك والحصان بارز لكنه غير فعال، بينما النسوة يصرخن ويندفعن ويبكين ويسقطن، إنهن يعبرن عن الحياة في حركتها الدؤوبة التي تريد القذائف لها أن تتوقف مرة واحدة وللأبد. كذلك يمكن اعتبار النساء رمزا من رموز الجمال الذي أرادوا تشويهه ورغبة في إحلال الخراب والقبح. لقد كانت غارنيكا في ذلك الوقت قرية من النساء والأطفال، بينما كان أغلب الرجال في جبهة القتال، ومع ذلك فقد كانت النساء والأطفال دائما لدى بيكاسو رمزا للاكتمال التام للجنس البشري، كما أن انتهاك حرمة النساء والأطفال كان في رأيه موجها أساسا إلى الأساس الجوهري للجنس البشري. توحي اللوحة بالظلام رغم أن القذف لم يحدث ليلا، وقد اختار بيكاسو كل الأشياء المتعلقة بالضوء والظلمة والألوان التي لم تتجاوز الأبيض والأسود والرمادي بسبب رمزيتها المباشرة. ومن الملاحظ أنه لا توجد سماء في اللوحة ولا توجد طائرات رغم اكتساء السماء بالطائرات في ذلك اليوم. لقد ابتعد بيكاسو تماما باللوحة عن أن تكون تقريرا سياسيا، وقام بتصوير آثار الوحشية والدمار الذي يمكن أن يحدث في أي مكان وأن يجلب الألم والمعاناة للإنسانية. إذ يأتي التأثير البصري الأساسي لغارنيكا من مجموعة الشخصيات المشوهة والمحتضرة المقدمة داخل اللوحة باستخدام اللون الأسود والأبيض والرمادي. نحن نعلم بالفعل الحدث الذي دفع بيكاسو لرسم هذه اللوحة، قصف مدينة غارنيكا، لكنه أدخل الكثير من الرمزية، وهو ما ساهم في إيصال معنى أعمق له وللشعب الإسباني على حد سواء. تعبر اللوحة عن مشهد يحدث داخل غرفة يقف في وسطها حصان بعيون زائغة ووجه حزين ومتألم للغاية، حيث يمكنك الشعور بصوت صراخه بعد ملاحظة الفجوة الموجودة في جانبه، وكأن رمحا اخترق جسده من الخلف إلى الأمام. وإلى يسار الغرفة يوجد ثور يبدو وكأنه يحرس الأم والطفل، أو ربما يخيم عليهما مثل ظل الحرب. وفي الخلفية البعيدة يمكننا رؤية صراخ طائر في السماء، وفي حين كان يرمز الثور إلى الحرب أو إلى إسبانيا بشكل خاص الشهيرة بمصارعة الثيران، يعتقد أن الحصان المتألم هو كناية عن الموت غير المستحق للأبرياء نتيجة الحروب. لقد حاول الكثيرون تفسير رموز اللوحة، لكن اللوحة هو عمل فني والفن له لغته الخاصة. تتجلى الدلالة الرمزية بوضوح في رسم بيكاسو لمصباح كهربائي يلقي ضوءا صارخا من الأعلى في تناقض حاد مع مصباح الزيت المحمول باليد. وقد وضع بيكاسو هذين العنصرين بجوار بعضهما البعض لسبب وجيه، فهو يريد إظهار العالم القاسي للتقدم البشري. ورغم كل الخير الذي يجلبه لنا من الكهرباء إلى السيارات والطائرات، فإنه يجلب معه الموت والدمار أيضا. مثل الحصان المحتضر يرمز موت الطفل بين ذراعي أمه إلى معاناة الأبرياء، ونستطيع ببساطة رؤية فضائع الحرب في كل مكان آخر في هذه اللوحة، حيث توجد أطراف بشرية مصابة ومقطوعة وأفواه تتدلى في صرخات مكتومة وعيون جاحظة في حالة رعب. يتمدد جندي مقتول تحت الحصان ويده المقطوعة التابعة لذراعه اليمنى تحمل سيفا محطما. لا عزاء للإنسانية في لوحة غارنيكا،
ولا يوجد سوى الموت والدمار. رسم بيكاسو لوحات غارنيكا في 35 يوما فقط، وهو إنجاز مذهل لمثل هذا العمل الضخم الذي شكل علامة فارقة في التاريخ الحديث. وقد رفض بيكاسو بنفسه أي محاولة لتفسير اللوحة بدلالة رموزها، فعندما قال أحد النقاد أن بيكاسو يريد بالحصان أن يمثل الوطنية الإسبانية وبالطور أن يمثل الشعب الإسباني، رد بيكاسو بكل حزم: إن هذا الثور هو ثور، وهذا الحصان هو حصان، ومن حق كل مشاهد أن يفسرهما كما يشاء. تكمن عبقرية لوحة غارنيكا لبابلو بيكاسو في كونها تجمع بين المدرستين السوريالية والتكعيبية. لقد كانت لوحة صادمة بسبب أسلوبها التكعيبي الحديث الذي نجح بتسليط الضوء على مضمونها المؤلم. وبعد عرضها في معرض باريس الدولي عام 1937، ذهبت لوحة غارنيكا في جولة عالمية على مدار عامين متتاليين لدعم القضية المناهضة للفاشية ولجمع الأموال لصالح قوات الجمهورية الإسبانية. في الخمسينيات من عمره كان بابلو بيكاسو يعيش في فرنسا بدلا من موطن ولادته إسبانيا، بعدما أنتج مجموعة متنوعة من الأساليب الفنية على مدار حياته الفنية، من الأسلوب التكعيبي الذي ابتكره مع جورج براك إلى المدرسة السوريالية التي عبر عنها سالفادور دالي في لوحته الشهيرة إصرار الذاكرة. عندما بدأت الحرب العالمية الثانية في العام 1939، غادرت غارنيكا أوروبا وأرسلت إلى متحف الفن الحديث في نيويورك للحفاظ عليها، وقد واصل المتحف عرض اللوحة الجدارية في مختلف المدن الأمريكية وحول العالم طيلة 20 عاما، الأمر الذي ساهم في تحويل بيكاسو والمدرسة التكعيبية إلى أسماء مألوفة على مستوى العالم. يصعب القول ما إذا كان قصف مدينة غارنيكا سيحظى بمثل هذا الاهتمام الدولي من دون لوحة بيكاسو، فهذه اللوحة تجسد باحترافية متقنة مدى وحشية ورعب الحرب الحديثة، كما تمثل تحذيرا أبديا مما يمكن للجنس البشري فعله. ويعد قصف غارنيكا واحدا من أكثر أعمال العنف وحشية خلال الحرب الأهلية الإسبانية. اطال البلدة المدنية من قبل القوات الجوية الألمانية بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو ضد الجمهورية الإسبانية. لم تعرض اللوحة للبيع في مزاد قط، لذا يصعب تحديد قيمتها، ونظرا لصلاتها التاريخية بإسبانيا والشهرة العالمية لبيكاسو، فمن الواضح أن غارنيكا لن تباع على الإطلاق. خلال العقود الأخيرة تمت العديد من اللوحات الأخرى لبيكاسو والتي بيعت بما يزيد عن 100 مليون دولار. في ضوء ذلك يمكن تقدير قيمة غارنيكا بمبلغ قد يتجاوز 200 مليون دولار إذا تقرر طرحها للبيع بالمزاد، نظرا لضخامتها مقارنة بلوحات بيكاسو الأخرى، بالإضافة إلى أهميتها التاريخية والثقافية. أراد بيكاسو أن تكون هذه اللوحة هدية لشعب إسبانيا، لكن ملكيتها في بعض الأحيان صارت محل خلاف، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن الجمهورية الإسبانية أعطت بيكاسو 150 ألف فرانك فرنسي، أي ما يعادل 135 ألف دولار اليوم في عام 1937، من أجل مساعدته في دفع تغطية جزء من نفقات الخامات ومستلزمات رسم اللوحة. ووفقا لأحد المواقع، لم يتضح بعد ما إذا كان بيكاسو قد اعتبر لوحة غارنيكا ملكا للحكومة الإسبانية، على الرغم من أن مصادر مقربة من الفنان كانت قد أكدت عكس ذلك. من جانبها تقول الحكومة الإسبانية إنها كلفت بيكاسو برسمها، ولكن بغض النظر عن هوية المالك في ذلك الوقت، فقد اختار بيكاسو بنفسه عرض غارنيكا في معرض في باريس
عام 1937، بالإضافة إلى العديد من المعارض حول العالم قبل إيداعها بمتحف الفن الحديث في نيويورك في عام 1939، وحتى العام 1981 بناء على طلب بيكاسو بأن يحتفظ المتحف باللوحة حتى استقرار الديمقراطية في إسبانيا. وبناء على ذلك عادت لوحة غارنيكا إلى إسبانيا في عام 1981 من خلال اتفاقية مع ورثة بيكاسو ومتحف الفن الحديث والحكومة الإسبانية. واليوم إذا كنت في إسبانيا يمكنك رؤية غارنيكا في متحف الملكة صوفيا المركزي الوطني للفنون في مدريد، حيث تشغل اللوحة مساحة جدار كامل. ستبقى الغارنيكا شهادة في وجه العالم تشهد بأن كل انتصار في الوجود لا يساوي شيئا بجانب أنين حصان جريح أو صرخة فزع طفل رضيع. إن اللوحة لا تقف أمام المدافع والرصاص، ولكنني أجزم أنها تبعث الرعب في قلوب أعداء الحياة. إنها الخالدة على مر العصور. شكرا لمتابعتكم، وإذا أعجبكم هذا المحتوى المرجو الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وإلى فقرة جديدة.